اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كيف استطاع بيتسو موسيماني ان يتغلب على كارتيرون في مباراه الاهلي والزمالك اللي انتهت بفوز نادي الزمالك 5-3؟ كلام كتير قلناه مع كريم واحمد هنا على الكنبه. دلوقتي هنشوف بقى الكلام ده وتطبيقه على الشاشه وكيف استطاع احمد وكريم موسيماني ان يفوز على كارتيرون. اول حاجه معانا هنتكلم في اكتر من نقطه، ازاي النادي الاهلي كان بيضغط، ازاي النادي الاهلي استحوذ، كان قدم شوط اول، يعني المباراه كلها تحديدا مباراه ممتازه. اول حاجه هنبدا بضغط السوليه واحد الدور. احنا قلنا ليله المباراه ايه، مين اللي هيروح يمنع بناء الهجمه من عند طارق حامد عند نادي الزمالك. تعال نشوف اول حاجه اسلوب الضغط بتاع النادي الاهلي كان عامل ازاي. بص نادي الزمالك حمزه المسلوسي، بص الضغط بتاع نادي الزمالك، مين اول واحد بيروح بيقطع؟ عمرو السوليه. دور مهم جدا لعمرو السوليه في الضغط، الكره بتروح تاني، بص تكملت تكمل، هنلاقي محمود علاء، محمود علاء بيقلش نتيجه الضغط السوليه مع طارق حامد. دي اهم نقطه، السوليه طبعا بيعمل حركه الجميله جدا لمحمد شريف. طب الجون ده جاي نتيجه ايه؟ هل هو جاي الخطا ده جاي نتيجه ايه؟ الناس اللي بتقول الهدف جاي من خطا، لا، هو الهدف ده جاي من تكتيك مدرب في الضغط. نرجع تاني من الاول ونشوف، نرجع تاني ونشوف، هنلاقي ان طارق اهو، بص حضرتك ادي الضغط، نلعب اهو نفس الكلمه اهو، الضغط هو الهدف جاي نتيجه ايه؟ الضغط، عمليه الضغط لما بتبقى بتضغط بشكل منظم شكلك بيبقى كويس. ده الكلام اللي احنا قلناه ليله المباراه. مين رايح مع طارق حامد؟ عمرو السوليه، مان تو مان، هو رايح عليه، قطع منه الكوره راحت على طول، راح عامل الحركه بتاعته الجميله لمحمد شريف. اذا الجون جاي نتيجه ايه؟ جاي نتيجه ضغط. ده السر الخفي اللي عمله بيتسو موسيماني، اللي هو ايه؟ عمرو السوليه يقرب من طارق حامد عشان يمنع بناء الهجمه، اليو ديانج بيغطي، بيرسي تاو بيخش للعمق، وقفشه بيخش للعمق مع زياده اكرم توفيق وعلي معلول. كامل يا احمد برده مع ضغط عمرو السوليه، ضغط عمرو السوليه ده الهدف برده الثاني، هدف ثاني للنادي الاهلي. الكره طبعا بتروح بمنتهى الجمال من اليمين للشمال، نفس الكلام اهو لطارق حامد. مين اللي رايح على طارق حامد؟ عمرو السوليه. طارق حامد اتزنق، راح مبازيها لحمزه المسلوسي، حمزه عمرو السوليه مكمل في الضغط. هنا عمرو السوليه قدم دور مهم جدا في عمليه الضغط العالي، ده اللي جه منه ضربه الجزاء. ما ضربه الجزاء دي جايه من ايه؟ ما هو مش هدف، مش نقول على هدف ضربه جزاء كده وخلاص، لا، هو الهدف جاي نتيجه اسلوب وتكتيك مدرب في عمليه الضغط ودور عمرو السوليه في الضغط على لاعبي نادي الزمالك ومنعهم من بناء الهجمه. وببساطه لك عمرو السوليه وقف وما ضغطش على المسلوسي، ما كانتش جت ضربه جزاء، شتت الكوره وخلاص بمنتهى السهوله، وما كانتش جت ضربه ليه ركله جزاء. لكن اساس بقى كابتن اسلام انا عايز اتكلم عليه في ان النادي الاهلي في بدايه المباراه فعلا استغل السذاجه الفنيه اللي عند كارتيرون، ان هو قرر انه يضغط النادي الاهلي بطول الملعب. قرار فني غريب جدا جدا جدا، ما فهمش ازاي اصلا احنا بنتكلم، يعني الاغلبيه ما بتتكلمش عليه. كارتيرون بادئ المباراه وهو عارف تشكيل النادي الاهلي يوم المباراه من الساعه 6. بيتسو موسيماني للمره الاولى مع النادي الاهلي في ماتش قمه بيعلن التشكيل والخطه من الساعه 6. طيب ساب لي كارتيرون ساعتين يفكر فيهم. كارتيرون عمل ايه؟ قال لك يا جماعه احنا زي ما احنا هنضغط النادي الاهلي بطول الملعب، فرقه بتلعب 3-4-3. طيب تعال نتفرج ونشوف ضغط نادي الزمالك حرق كام لاعب عنده. النادي الاهلي ماسك الاستحواذ من بدايه المباراه وبيقدر بنشوف زمن الهجمه عند النادي الاهلي، وانا عايز ستوب هنا اهو. وعدد التمريرات وعايز ستوب هنا اهو. نادي الزمالك بيلعب 4-2-3-1 وبيضغط بالاربعه اللي قدام، راس الحربه عمر السعيد وراء اوباما وبن شرقي وسيد زيزو، والنادي الاهلي كان بيتعمد يدي الكره لمحمد الشناوي. اول ما بعمل الاستحواذ بتاعي والاربعه دول بيضغطوا لمجرد الضغط، منظر انا بضغط ضغط، ادي المساحه اللي بتتضرب في ظهر نادي الزمالك فين؟ عند اكرم توفيق والناحيه الثانيه عند علي معلول. لو احنا فعلا بنسال نفسنا مين صناع لعب النادي الاهلي في المباراه دي، ولا هو عمرو السوليه ولا هو مجدي قفشه ولا بيرسي تاو، اكرم ومعلول، اكرم وعلي معلول. ليه؟ لانها ضحكت عليك، شديتك لنص الملعب بتاعي منطقه جزائي وانت ضغطت، وانا قلت لعيبتي مرر الكوره عادي جدا واديهم الايحاء ان هم ممكن يغلطوك وياخدوا الكوره ويقلبوها الهجمه ليهم، واديها لمحمد الشناوي، اول ما اجي لك على طول اكرم توفيق يفتح لي الملعب على الطرف وعلي معلول يفتح على الطرف. اول ما بنعمل كده اهو بنفرغ نص ملعب نادي الزمالك وبنقدر نطلع اربع لاعبين من اللعبه وبنروح في نص ملعب نادي الزمالك 4-4.
او 5-5 او 6. كم مساحات، بص يا كابتن اسلام، كم مساحات فاضي تماما في ظهر لعيبه نادي الزمالك، لان هم بيضغطوا ضغط عشوائي بحت، ضغط مش منظم، ضغط مع بص في مستحيل لعيبه. انا النهارده لو حبيت ارسم مثلثات او يعني اعمل الفرقه الخطوط ما بينها عامله قد ايه، هنلاقي مساحه شاسعه جدا. بص المساحه ما بينهم كبيره، مساحه شاسعه جدا 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 ما بين الاربع لعيبه، وبالتالي لو واحد اتضرب خلاص على طول الكوره ترجع لمحمد الشناوي. محمد الشناوي يلعب التشيب باس للاعب في نص الملعب، ده ما ينفعش يحصل مع فريق كبير. انت النهارده اتضحك عليك كارتيرون، اللعبه دي اتضحك عليه بيها طول الشوط الاول، وبالتالي النادي الاهلي قدر في خلال نص ساعه يعمل كم هجمات كتيره على مرمى ابو جبل ويحرز منهم 3 اهداف في خلال 25 دقيقه. شوف عدد التمريرات، اهم حاجه التمريرات 22 احنا معديين الدقيقه. بص ميزه بقى محمد الشناوي ايه؟ تحضير الهجمه وبيلعب برجله حلو قوي، دي ميزه لما يبقى عندك حارس بيلعب برجله حلو. بص بيلعبها بالمقاس لمعلول، بص من اليمين للشمال وايه وجايه يمين، وكل ده احنا مستحوذين اكتر من دقيقه عشان توقفها لعيبه نادي الزمالك عملت فاول. هات ارجع تاني سنه صغيره، ارجع سنه صغيره نشوف عدد الهجمه. هو بص دقيقه و20 ثانيه النادي الاهلي الكوره في رجله، دقيقه و20 ثانيه لعيبه نادي الزمالك مش عارفه تاخد الكوره من رجل لعيبه النادي الاهلي. 27 تمريره كامله ما خدوهاش غير بفاول لزيزو من علي معلول، وقف الهجمه ما خدهاش كمان، هو وقفها بفاول، فاهم؟ فانت ده يعني الناس اللي بتقول على موسيماني، لا موسيماني مدرب كبير، موسيماني مدرب واحد من المدربين بصراحه الهايلين. في 69 مباراه مع النادي الاهلي ما خسرش غير 4 مباريات، وكسب كل المباريات الكبيره مع النادي الاهلي باستثناء مباراه بايرن ميونخ. فانت ده الاستحواذ. تعال نتفرج على فيديو تاني، هل دي لعبه اتكررت مره واحده؟ لا، تعال نشوف ادي اوت اهو، تمام، شوف الفكره، تعال نعد عدد التمريرات مع بعض ونشوف اللعب الجميل بتاع النادي الاهلي والتيكي تاكا بتاعه النادي الاهلي قدام نادي الزمالك. ادي ايمن اشرف على طول بيدور الكوره لاليو ديانج، عمرو السوليه بيلعبها له بيدور الكوره، ادي الثالثه، ادي الرابعه، بدري بنون لبيرسيتاو، بيرسيتاو بيرجع ورا لمحمدي فتحي لعمرو السوليه، عمرو السوليه بيلعبها اهو بيدور الكوره تاني لبيرسيتاو هيرجعها ورا لبدري بنون. بص في الضغط عمل عاقل جدا بيلعبها لحمدي فتحي اللي المفروض في تحضير الهجمه بيبقى ثالث ورا كافلات في طريقه لعب 3-4-3. ايمن اشرف كده 11 تمريره، اليو ديانج كده 12 لقفشه، على فكره الكره دي جت هدف لاليو ديانج لقفشه، ها كده كام؟ 13-14-15 عمرو السوليه، عمرو السوليه بيلعبها لقفشه 16 لبيرسيتاو، 17 لعمرو لقفشه 18 لعبها لمحمد شريف. ثانيه واحده وقف، ثانيه واحده، بص ارجع كده سنه صغيره، ها نرجع بس ارجع كمان وقف ثانيه واحده. هو هنا محمد شريف بيعمل ايه؟ محمد شريف بيتحرك بين الخطوط، ده الكلام ده احنا اتكلمنا فيه برضو ليله المباراه، ان انت مهم ان انت تستغل المساحه اللي هي الزون 14 اللي في ظهر طارق حامد. ازاي؟ محمد شريف بيتحرك بين الخطوط وقفشه شايفه بيضحك على محمود علاء. محمد شريف بص اتحرك بين الخطوط لعبها لاليو ديانج 20 تمريره، الجون ده جاي بعد 20 دقيقه و 20 تمريره و 57 ثانية، يعني دقيقة استحواذ على الكورة. يعني الجون ده برضو مش جاي من لعبة خبطت بالحظ ولا بالبركة ولا الكلام ده، لا الجون بدايته 20 تم. ما هو التوفيق ما بيجيش غير للمجتهد واللي اشتغل صح. فانت جمال اللعبة ان انت شفت كمية الاستحواذ بتاع النادي الاهلي، دي برضو لعبة تالتة. حاجة بس يا احمد، انا عارف احنا مضغوطين في الوقت شوية، بس انا هاخد اللعب نفس اللعبة كانت اسلام، وعايز نادي الزمالك يعرف الغلط هو اللي عنده فين، اللي خلى النادي الاهلي يعني يحرز فيه 3 اهداف في 25 دقيقة اهو، يعني جميلة من قرارات النادي الاهلي. هنقول نادي الزمالك، لا من كريم، مش من كريم الاهلي، من كريم اهو. الغلطة فين؟ وشوفوا ازاي كارتيرون هو اللي اختار ثنائية امام عاشور طارق حامد. طارق حامد للأمانة في اللعبة دي بيعمل كل مواصفات لاعب خط الوسط بشكل ممتاز جدا. مين بقى اللي مضيع الدنيا دي كلها عند نادي الزمالك؟ امام عاشور. دفاع امام عاشور بيعمل ايه؟ امام عاشور في وسط الملعب بيتمشى، ده اختيار مين؟ اختيار كارتيرون، اللعيب بتاعك، نفس المدير الفني الناس كلها بتشيد بيه. تعال نتفرج على نص ملعب نادي الزمالك في الشوط الاول ونقارن ما بين طارق حامد وامام عاشور. سيبكم بقى من الكوره وسيبكم من النادي الاهلي، ده كارتيرون اللي الناس اشادت بيه فنيا. بيتفرج على بعد ما اتغلب 5-3. نعم؟ بعد ما اتغلب 5-3 يعني. بص يا كابتن اسلام، نص ملعب نادي الزمالك بيتم اختراقه ازاي؟ بسبب غلطه. طارق حامد واخد المساحه بتاعته
وعمال يجري فيها لوحده الامانه. امام عاشور باعه تماما. امام عاشور بيتمشى في نص الملعب، ما بيعملش اي شيء، ولا بيضغط ولا حتى بيحلى، مجرد بس ان هو بيجر رجله عشان يقول انا بعمل حاجه. راح منتخب مصر. استنى بس. اهو بص ركز مع امام عاشور. الصوره هتيجي تاني. بص طلع حامد فاتح سبرنت بيحاول يقفل مساحات التمرير علينا في الحته دي كلها. امام عاشور واقف هنا اهو ببساطه، ببساطه بيتمشى بمعنى الكلمه، ما بيعملش اي شيء. بص بيتمشى لغايه فين بقى الحته اللي قالها احمد خطيره جدا. الكوره اتلعبت من ورا امام عاشور لاليو ديانج، التسديد جه من ورا امام عاشور. امام عاشور عشان يضحك على المشاهد ان هو عمل شيء، راح عامل تاكلينج ملوش اي علاقه بالكوره. ركزوا بقى بكده لغايه لما الكوره توصل ورا امام عاشور. امام طارق حامد عمل شغله تمام، بيحاول يعمل على قد ما يقدر. امام عاشور بص، امام عاشور واقف هنا فين؟ ما عملش شيء. بص بقى في الاول ما ديانج هيشوط الكوره هيعمل ايه؟ عمل تاكلينج ولا له اي معنى. ده تاكتيك كارتيرون اللي الناس اشادت بيه وقال ان هو رجع نادي الزمالك، ونادي الزمالك ما رجعش غير بكورتين عشوائيتين في اخر المباراه. اعتقد ناس كتيره مطالبه بالاعتذار لبيتسو موسيماني على الكلام اللي اتقال. بيتسو موسيماني هو اللي عمل الشكل ده، وهو اللي بنى الاساس اللي احنا شايفينه ده في نهايه المباراه. انا اختلف مع بيتسو موسيماني في كام تغيير، لكن لما اجي اديله درجه هديله 9 من 10. ما ينفعش النهارده واحد كسبان 5 انا هسيب الخمسه اللي هو جابهم وابدا اقول له اصل والله كنت انت المفروض. ممكن اقول له كده، لكن ما ينفعش اضيع كل اللي هو عمله لمجرد ما اتخيل. بس لو حد قاعد معانا من بره خالص وجيه يسمع فقال يا جماعه الماتش ده خلص كام؟ قلنا له 5-3 في ماتش ديربي. فقلت يا جماعه انتوا ماسكين الراجل اللي هو كسب 5 عاملين تنتقدوه وبتشيدوا برايه. طب ما هو الراجل شايف الكلام ده. هو طبعا هو امانه هو غير امام عاشور ما بين الشوطين، طبعا كان قرار صحيح منه، بس هو لعب الشوط الثاني 4-1 4-1، واحد مغلوب 3-0 اكتر. واحد مغلوب 3-0 في 45 دقيقه، نزل ال 45 دقيقه الثاني عمل ايه؟ لعب 4-1 4-1. بس ده اللي حصل يعني. نكمل برضو بقيه الاستحواذ. الكره جايه من عند الشناوي، احنا قدامنا 5 دقائق بالظبط. ماشي، الشناوي لعبها لبدري بانون، بدري بانون لحمدي فتحي، نفس الفكره دي. الكره دي برضو جت جون. حمدي فتحي شوف تدوير الكوره، ده اسلوب لعب موسيماني مع صن داونز، بدا يطبقه مع النادي الاهلي في اول المباراه الثالثه، وقدام خصم يعني قدام نادي الزمالك يعني منافس كبير. ومين 8؟ 8 بيرسي تاو في الزمالك، امام عاشور. نيجي لعلي معلول، علي معلول برضو بيدور الكرة من اليمين للشمال، شوف عمليه تدوير الكرة ولاعيبه الزمالك بتتحرك بتهلكهم بدنيا اكتر. لحمدي فتحي، حمدي فتحي برضو كل ده 27 28 ثانيه و13 تمريره لغايه دلوقتي. بدري بانون برضو الكرة بتروح له تدوير كرة، مفيش لعيبه النادي الزمالك ما بتلمس الكرة خالص. ليه؟ محمد شريف، محمد شريف لعبها لمين؟ لمعلول. الكرة دي جت ضربه جزاء، فهي ضربه الجزاء الثانيه دي جايه نتيجه ايه؟ جايه نتيجه استحواذ وتمرير وتحرك بدون كوره وضغط مثالي من لعيبه النادي الاهلي وتدوير الكوره ولعبها من اليمين للشمال. وهجمات زادت عن 30 ثانيه. زمن الهجمه 30 ثانيه يا جماعه. اي حد يعني اعتقد اي فرقه عايزه تلعب نادي الزمالك خلال الاسابيع الجايه على طول في خط الوسط ابني لعبك على امام عاشور، ما تلعبش على طارق حامد، ابعد عنه، العب على امام عاشور. اعتقد هتلاقي ثغره كبيره جدا جدا ممكن توصلك مرمى الزمالك بسهوله بلغة. تعالى نشوف كمان الضربات الركنيه. اخر حاجه عندنا، اخر حاجه دي الضربات الركنيه. التكتيك بتاع الضربات الركنيه ومشكله العمق الدفاعي، يعني المفروض الناس تنتقد كارتيرون على الشكل ده. يعني الكوره دي بص لعيبه نادي الزمالك كلها بتبص على الكوره وسايبه على بص 1 2 3 4 5 كل الفرقه تقريبا في منطقه جزاء، واليو ديانج بيشوط لوحده، قفشه لعبها له وبيشوط. هل ده يعني ما فضل فرقه؟ فضل فرقه لعب 4-1 4-1. بس انت شايف اليو ديانج على الدايره، كل الفرق، كل الفكره ان لعيبه النادي الزمالك كلها بتبص على الكوره وسايبه اليو ديانج فاضي، ومشكله العمق واضحه. كذلك برضو مشكله حمزه المسلوسي الباك رايت، يعني حتى اتغير في الاخر الماتش خالص. بس فني يعني بعد علي معلول فيه. فعلا علي عليه يعني علي معلول فعلا عمل مباراه على حمزه المسلوسي. المفروض دوري كمدرب ان انا شايف ان في ثغره عندي ان انا اتدخل. ايوه، اذا ده الشكل اللي خلى النادي الاهلي يفوز على نادي الزمالك. الطريقه اللي لعب بها بيتسو موسيماني وطريقه اللي هي الاستحواذ واللعب على الوصول الى المرمى باكثر عدد من اكثر عدد من التمريرات واكبر عدد من الدقائق تبقى الكره في رجل النادي الاهلي، وده اللي كان بيحاول يطبقه خلال الفتره السابقه. يعني الراجل عمل حاجه فنيه جوه الملعب قدر يكسب بيها، وكسب الرهان.
طبعا مظبوط اكيد. اصل انا ما سمعتش الكلام ده والله يعني. خمس اهداف ما دخلوش على غفله. اكيد يعني احنا ما بنتكلمش في انتصار كابتن اسلام بهدف او بهدفين او بثلاثه. خمس اهداف، الخمس اهداف ما دخلوش صدفه، ما دخلوش غفله. احنا شفنا زمن الهجمات كلها بتاعت الاهداف، امر اعتقد فنيا امر مسيء لاي مدير فني ان الخصم بتاعك يمسك الكوره فوق ال 30 ثانيه، يمرر فوق ال 25 تمريره، وايه والهجمه دي بتنتهي مش بعمل كده ضيع وقت. يعني احنا اتعودنا نعمل ده في نهايه الماتش عشان استهلك الوقت. لا، ده انا بنهي بفنش الهجمه بتاعتي بالمنظر ده بحاجتين، لا بهدف لا باخد ركله جزاء. صح. في نفس الوقت انا مفيش حد حلل خط وسط نادي الزمالك. مش ممكن، ده كوارث كوارث من فرقه المفروض احد نادي الزمالك كبير طبعا. واحده تاني والله طبعًا. بقولها دي واحده من اقوى القوايم لنادي الزمالك امتلكها في اخر خمس سنين، اخر 10 سنين. ليه نادي الزمالك شال خمس من الاخر اهو، من المتسبب الرئيسي في هذه الفضيحه الكرويه؟ كارتيرون طبعا، لانه هو المسؤول الفني عن هذه المباراه. عموما ان شاء الله نادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه وخلال ال10 ايام اللي جايه، بيتسو موسيماني رجع النهارده اهو بالسلامه، وبقى خد اجازه اربع خمس ايام ورجع بالسلامه، وان شاء الله يبدا بقى التمرين خلال الفتره اللي جايه على الاخطاء اللي حدثت في هذه المباراه وفي الثلاث مباريات الاولى، علشان ان شاء الله في الدوري لما يرجع ان شاء الله النادي الاهلي يستطيع ان يفوز بالثلاث مباريات القادمه في الدوري، وهو ده الاهم. ما لحقناش نتكلم عن منتخبنا الوطني، ولكن هنسيب بقى الكلام عن المنتخب ان شاء الله بعد مباراه الجمعه والثلاث ان شاء الله، ونقدر نتكلم بقى بشكل اكبر عن هذه الامور، ونعرف كمان تصنيفنا، هنكون وصلنا للتصنيف، نعرف هنوصل للتصنيف من اوائل من الخمسه الاوائل ولا لا، ده هيبان خلال الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، مش كده؟ الاسبوع اللي جاي ان شاء الله الماتش ليبيريا ونيجيريا يوم السبت، اعتقد ده المباراه اللي هتحدد بنسبه كبيره احنا تصنيفنا هيكون ايه. يا مسهل يا رب ان شاء الله. عموما انا بشكرك جدا يا كريم على وجودك معانا النهارده، شكرا جزيلا يا احمد على وجودك معانا النهارده. شكرا يا كابتن اسلام، والف مبروك للنادي الاهلي. الله يخليك، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.